أنت كيف بدأت؟ تخيل معي هذا الموقف، الشخص الذي خطبت له وتحبينه أو زوجك، أتت إليه فتاة أجمل منك وتحدثت معه بأسلوبه نوع من عدم الكلفة، يعني بشكل مائع، كيف سيكون شعورك؟ سأقتله. هل تخيلت يوما ما أن تصل بك الغيرة لأن تفعل مثل تلك الزوجة التي أشعلت النار في عرس زوجها الذي تزوج عليها، فقتلت 44 امرأة وطفل وأصيب عدد كبير جدا بهذا الحريق؟ أو كذلك الزوج الذي أحرق زوجته الجميلة جدا بسبب غيرته عليها؟ الأمر قد يصبح مخيف، لذلك ما رأيك أن ننظر لهذا الموضوع الغيرة من زاوية مختلفة؟ أبسط لك مفهوم الغيرة. أنت على سبيل المثال لا تغار من شخص حصل على جائزة نوبل، ولكن في حال تمكن صديقك من الحصول على هذه الجائزة ستغار جدا منه. ستغار منه يا رجل لو حصل على علامة أعلى منك في الاختبار. صحيح، هذا النوع من الغيرة بسيط ولن نتكلم عنه كثيرا لأن علاجه بسيط، فقط توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين وحاول أن تحب الخير لغيرك كما تحبه لنفسك، هكذا ترتاح وتصبح مؤمن. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من إحدى المواقف الحياتية التي مرت معي، كان لدينا زميل كنا نشعر بغيرته بشكل واضح، حتى أنه كان يقلل من كل إنجاز يحققه أصدقاؤه، وهذا الأمر كان يؤثر على حياته فهو الأقل إنجازا وتوفيقا. ثم مرت الأيام والسنوات وافترقنا، وحدث أن قابلته مجددا، فإذا هو قد نجح في جوانب كثيرة من حياته وتغيرت نظرته للحياة، فسألته مستغربا: بصراحة لم أكن أتوقع أن تصل لهذا النجاح، مبارك لك. فقال مازحا: لما ابتعدت عنكم، يقصد مجموعة أصدقائه، وتوقفت عن مقارنة نفسي بأي شخص، نجحت. ولكن ليست هذه الغيرة التي أود التركيز عليها في موضوعنا. نعم، الغيرة بين الشريكين أو الزوجين، وهذا النوع ناتج عن إحساس التملك الذي يشعر به كل طرف للآخر. غريزة الامتلاك ناتج عن الحب طبعا، أنت عندما تحب شيء ما تحب تملكه. صحيح، وهذه الغيرة بكل صراحة صفة جيدة، ولا أريدكم إطلاقا تتخلصوا منها. أن تغاري على زوجك هذه من صفات جمال المرأة، وأن تغار على عرضك هذا من رجولتك، لأنك إن لم تفعل مصيبة كبيرة لن تدخل الجنة حتى. تخيل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجل من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي بمن دخل على أهله، يعني لا يغار. قلنا: وما الرجلة من النساء؟ قال: التي تتشبه بالرجال. وهذه رسالة لكل شخص يباهي الناس بجسد زوجته أو أخواته أو بناته على مواقع التواصل الاجتماعي كما نرى الآن في مقاطعهم، ولا يغار على عرضه. إذا كانت الدنيا مخلدة فلتعيش فيها، ولكن اعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرك بنص صريح: لا تدخل الجنة أبدا. أعطيك إياها من الأخير: كل شخص مسؤول عن متبرجة وفرح بها وبتبرجها ليس رجلا، هم أشباه رجال. الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم بأشباه الرجال، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج، السيارات في زماننا، كأشباه الرجال، نساؤهم كاسيات عاريات، العنوهن فإنهن ملعونات. لذلك الغيرة مهمة جدا في الإسلام، حتى أنه جعل لمن يموت دفاعا عن عرضه له أجر شهيد، وحرمت الجنة على من لا يغار. كل هذه الغيرة مهمة وضرورية سواء للرجل أو المرأة، وأريدك أن تحافظ عليها وأن تحافظين عليها. ولكن هي أيضا ليست تلك الغيرة التي أود التحدث عنها في موضوع. أريد التحدث عن الغيرة التي تتسبب في 20% من حالات الطلاق، و25% من جرائم القتل، و50% من حوادث العنف الأسري. أود التحدث عن الغيرة المرضية التي تصل بصاحبها لحد الشك بخيانة الطرف الآخر. هذا النوع يسمى بمتلازمة أوثيلو أو متلازمة وهم الخيانة، غيرة خطيرة جدا تجعل الطرف يشك بخيانة الطرف الآخر، وعليه يتصرف وفق هذا الوهم الخاطئ، وقد تصل به الأمر لمضاعفات خطيرة سواء على الطرف الآخر من أفعال قد تؤذيه وتضره، أو عليه شخصيا، مثلا يفقد الذاكرة. في عام 2017 أجريت دراسة منهجية لمراجعة السجلات الطبية ل 95 مريض ظهر عليهم آثار متلازمة وهم الخيانة. كان منهم سيدة عمرها 75 عاما، كانت تعتقد اعتقادا خادعا بأن زوجها على علاقة مع جار لهما، وكانت تتصرف وفق هذا الاعتقاد متهمة جيرانها بالتستر عليهما، وتخبر كل من حولها بالظلم الذي تعيش به، وفي نفس الوقت تشعر بالاضطهاد والعدوانية تجاه زوجها. وتوالت بعد ذلك الأحداث لتلاحظ عائلتها فيما بعد فقدانها المتكرر للذاكرة. وبناء على هذه الدراسة، الغيرة قد تجعلك مجنونا. يمكنك مراجعة الدراسة في الوصف إن شاء الله سأضعها. هذا النوع من الغيرة حله ليس سهل، ويحتاج جلسات علاجية طويلة جدا. فإذا كنت تشعر أو تشعرين بأن الغيرة وصلت بكم لحد الشك بخيانة الطرف الآخر، كان تفتش هاتفه أو تفتش هاتفها بحثا عن دليل، هذه غيرة ليست حميدة، ويجب أن تراجع أقرب طبيب لديك.
المهم خلال تمعن في موضوع الغيرة جاء على بالي سؤال غريب، قلت يعني لماذا الغرب لا يغارون كما تغار أنت؟ يعني تجد الأب مع بناته وزوجته على البحر بلباس البحر، ينظرون إلى الناس والناس تنظر إليهم دون أي غيرة على عرضه، أو تجد الأب يعلم أن مع ابنته في الغرفة شخص آخر صديقه ربما ويدرسان معا ولا يكترث. فقلت ربما هي الضرابة الغربية التي صورت لنا هذا المعتقد الخاطئ، وربما هم غيورين لأجل الكثير من الإحصائيات التي تؤكد أنهم لا يغارون. مثلا إحصائية أجريت في فرنسا، سألوا الناس هل أنت شخص غيور؟ كانت النسبة 43% لا يغارون، ومقابل 57% يغارون. هذه نسبة صادمة جدا، أن ترى نصف المجتمع لا يغارون، ولكن تتخيل كمية الانحدار في الأخلاق التي ستنتج عن هذا المعتقد، كما فصلنا في حلقات أخلاق الغرب على القناة سابقا. وعندما بحثت في الأسباب وجدت أنها نابعة من أخلاقهم، يعني على موضوع مثلا موضوع استقلالية المرأة في مفهوم الغرب، كل شخص هناك له دخل منفصل وحياة مستقلة. فلو جاء الأب مثلا وغار على زوجته على الشاطئ وقال لها أمام الجميع البسي شيء مستور، سيكون جوابها لماذا تصرخ علي؟ ما دخلك بي؟ إذا لا يعجبك ننفصل. حتى لو قال الأب لابنته التي هي من صلبه البسي شيء مستور، ستقول لها ما دخلك أنت؟ هذه شخصيتي وأنا حر بها، وإذا صرخ عليها ربما ترفع عليه قضية في المحكمة وتسجنه. أو سبب آخر، أنهم تربوا على ذلك من صغرهم، تربوا على هذه الأخلاق. نحن في الإسلام بحمد الله لدينا دين يضبط لنا موازين الأخلاق في كل زمان ومكان إذا ما التزمنا به حقا. فالأب له احترامه، وهو مسؤول عن بناته وعن لبسهم وتصرفاتهم، والزوج مسؤول عن زوجته، والزوجة مسؤولة عن بناتها ومسؤولة عن أسرتها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقبل أن تتسرع وتقول إحدى الفتيات أنا لا أوافق أن يكون هناك شخص مسؤول عني، ويجب أن نأخذ من الغرب هذه الصفة، صفة عدم التدخل بالآخر. أختي الفاضلة، قبل 100 عام لم يكن الغرب بهذه الأخلاق. لو قرأت في التاريخ كانت هناك عقوبة على الزنا، عقوبة على نشر الإباحية، وهذه الصفة جعلت المرأة الأكثر اضطهادا هناك، سواء في الحقوق كما تكلمنا في موضوع المساكنة، أو في جوانب الحياة الأخرى المختلفة، مثلا على جانب العمل. اقرأ في الإحصائيات والتقارير التي تبين لك مقدار الاستغلال الجنسي للمرأة هناك في بيئة العمل. وهذه الحلقة هنا تفصل لك الموضوع بشكل كامل. بمناسبة كامل، الإسلام دين كامل إذا طبقتيه بشكل كامل والتزمت به بكل جوانبه. نهاية أيها الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله الغيرة من الريبة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة من غير ريبة. هذا الحديث قبل 1400 سنة يلخص لك الحلقة كاملة من أولها إلى آخرها بكل إحصائياتها. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.